يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير. ودائما للطبخ في حصة، اليوم يعني حنعمل أكلة ظريفة مهضومة. يمكن عم حاول ذكركم بأكلات ما خاطرة على بالكم، هي أوزي طيبة لذيذة كلياتنا بنحبها. أنا شخصيا بحبها أكثر من رز البزالة، سبحان الله إنه رز البزالة هيك لحاله ما بحبه، أما لما بكون عم بعمل بالرقائق بحبها أكثر. هلا أول شيء، وطبعا جنب منا نحن نعمل لبن بخيار. خليني أول شيء أعرفكم على المقادير. هلا أنا بصراحة الرز لساته من أوه هونيك، هلا بحطه هون. في عندنا بازاليا، هون في عندي خيار، هون في عندي لبن، لا سلطة لبن بخيار. هحتاج لحمة، بدي كمية من اللوز، سمنة، زيت نباتي، هحتاج ملح، فلفل وشوية ثوم. هذا كل شيء رح نحتاجه لأكلتنا لذيذة سهلة بسيطة، ما بدها كتير شغل. هلأ بالنسبة أنا للرز بصراحة، هلأ أنا أعطوه الرز الطويل كيف بنغسل مشان ما يعطينا طعمة النشا، بدنا نحاول نغسله. هي الطريقة الأصح لإله يلي تبع الكبسة، بنغسله 5 مرات وهو بيجي كتير فيه يعني ميته بتكون وسخة. بنغسله 5 مرات بعدين بننقعه. أكبر غلط إني أنا أنقع الرز بعدين أغسله، فدائما خلينا ننقعه على مي نظيفة ومي الحنفية عادي بيمشي الحال. هلأ هون هنحط سمنة وزيت. أنا زي تعودتوا علي متى ما أجيت لحتى أعمل رز بخلط بين السمنة والزيت. هاي زيت نباتي، السمنة بتعطي دسامة والزيت النباتي رح يعطيني لمعة للرز. أنا دائما حتى للمحاشي لأي شيء بستخدمها. هلا بالنسبة هون للحمة، فيك تستخدمي اللحمة اللي بدك إياها، يعني في ناس بتحب تعملها بلحمة مسلوقة، ناس بتحب تعملها بناعمة، ناس ممكن تعملها براس عصفور. طبعا بتفرق إنه ممكن تكون هي حسب شو أنت بتحبي. هلا بصراحة آخر فترة صار الكل عم يعملها بلحمة ناعمة. هنضيف عليها فلفل أسود مع رشة ملح خفيفة. هلا بنرجع آخر شيء على كله بنظبط الملح. دائما نحن الأوزي بنقله إعادة تدوير، متى ما زاد عنا رز البازاليا ثاني يوم بتنزل الأم دغري أول شغلة بتخطر على بالها نازلة جيب ورق عشان نعملكم أوزي. هلا وعلى الأغلب وعلى الأغلب يعني 90% اليوم أعمل أوزي بالبيت. إلي زمان ما أكلتها، لهيك بعملكم اياها هون وانا برجع بعملها بالبيت عم ذكركم فيها. هلا هون لحقيني اضيف عندي هون البازاليا. انا قلت قبل هالمره على البازاليا، طبعا انتم ببيوتكم اكيد في تفريز في كذا، نحن هون بالنهايه تلفزيون بقى نضطر نجيب نحن عندنا شيء معلب. انا ما بفضله لانه بيكون بقلبه مواد حافظه. اذا كان في عندنا بقلبه مواد حافظه يفضل دائما ان كان فطر ان كان بازاليا اي نوع من المواد الحافظه يكون، انت متى ما شفتوا على العلبه مكتوب مواد حافظه يفضل انكم تغسلوها وتفوروا عليها، لانه المواد الحافظه مع الايام بتعمل تلف بالدماغ. هلا رح اقيم اضيف هون عندي بازاليا. هاي الكمية بتكفيني بالنسبة للرز لأنه أنا تقريبا حاطة شي كاستين. نقلب منيح لما يتقلوا منيح رح نروح. هاي أول مرة بعملها قدامكم بدنا نغسل الرز، بس يلا أنا مشان أعطيكم هيك جو البيت أنا رح أغسل الرز. أنا على كلين مثل ما قلت لكم أنا غاسلته ونقعته، هلا هيك هاي الكمية خلص ما عاد بدها أكثر من هيك. هلا ححاول خلص الرز البازاليا كلياتها مشان وقت لما نرجع بعد شوي ما يكون ضل علينا غير نعمل صرار الأوزي مع سلطة اللبن بالخيار. هلا يمكن تستغربوا بس عن جد في كثير ستات بيوت بيقولوا لي انه بننطر الصبح نفتح التلفزيون لحتى تذكرينا، لانه نحن ما بنحب نتذكر، يعني دائما دغري اول ما بنفيق انه انت شو طابخه بنروح بنعمل نفس الاكله، فان شاء الله يا رب اليوم تكون الاكله على كيفكم. هلا هون عندي رح اقيم اضيف عندي الرز، انا بحب هون معي اللي بهذا الشكل. اذا بتحبوا تحطوا كمان مكعب مرق دجاج بيعطي طعمه طيبه، واذا مثل ما قلت انا دائما بتبع طريقه بالبيت سلقت دجاج
صفي ميته هيك ولو بعلبة تبروية صغيرة أو بكيس نايلون فريزر حطه على جنب، إن كان لحمة أو جاج صدقوني بهالأكلات بتلاقوا فورا. هلأ رح نقلبهم بهذا الشكل، بالله ما شهيت كنت قوموا تعملوها هيك. هلا انا رح استنى عليها تتقلى يا دوب شوي، رح اضيف نصبطها، ممكن احط مكعب مرق دجاج، وبس ترجعوا لعندي بعد شوي انا وياكم رح نعمل صرار الاوزي مع سلطه لبن بالخيار، ما ضل غير ترجعوا لعند مشلينو ورد. شكرا يا شيخ، يا اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. يا صباح الخير عن جديد مرة ثانية لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا من زمان واللي انضموا هلأ لا صباح الخير، طبعا حسب حجم الكهرباء اجت او ما اجت راحت قطعت. نحن اليوم عملنا أكلة طيبة، يعني انا لما بعملكم أكلات سهلة بسيطة هي المغزى منها انه انا وقت لما في الصبح كتار من ستات بيوت بيقولوا لي نحن بنفتح التي في بس مشان انت تذكرينا، هن انه مثلنا مثل اي حدا بيمل انه شو بدنا نطبخ. فدائما ان شاء الله يا رب كون عم بقدر اعطيكم افكار ظريفة. اليوم رح نعمل اوزي، اليوم رح نساوي مع سلطة لبن بخيار. هلا هون رزاتي خلصوا، هلا نحن هون عندنا شوام، ما بعرف ليش الستات البيوت دغري بعدي لحدا يطبخ رز، يعني نحن ليش بنقول هاي الجملة؟ طبعا نحن بناكل رز وبكون طيب كثير وكذا، بس هي هيك انه بعدي لحدا يطبخ رز، بالله شوفوا لي هالرزات ما بينهدوا الملوك، يا سلام على الريحة تاخذ العقل. وحتى هيك بدون ما نعمل لها اساسا اي شيء خلص ما عاد بدها. ممكن كمان هلا نحن لما بنقول اوزي نحن كمان بنزيد عليها البهارات بتكون زياده، غير لما بتكون رز بزالي، يعني بتحط بقلبها اللحمه بتكون بقلبها، البزالي بتكون بقلبها. وهي هون عندي اللوزات خلصوا رح نقيمهم ونطش عليها، بس ما بدي لكم ليه؟ مشان ما تكون كميه اللوز قليله بدي اياها تكون كثيره. هلا بهذا الشكل. هلا رح نقيم ونحط فوق منا شوية رز، يا سلام على هالريحة. طبعا أي نوع مكسرات أنتم بتحبوه. هلا آخر شيء بصراحة صار ينباع بكتير، يعني الفستق العبيد عم يتقشر ويتحمص وطعمته طيبة. خلاص هاي الكمية بتكفيني هدول. طيب هلا أنا هون رح قيم وحرك. طبعا انا هلا اكيد حذكر كيف انا ساويت الرز ببازاليا، قليت اللحمه الناعمه، ممكن شقف ممكن موزات تكونوا طبعا بس هنكسها لقينا قبل بوقت، مع بازاليا قليتها منيح بسمنه وزيت، ضفت عليهم رز قلبتهم، حطيت ملح فلفل، حطيت الرزات وحطيت النصبه فوق منها. كل كاسه رز تاكل معي كاسه ونص، وهيك صارت عندي جاهزه. وانا بتذكر اني طلعت معلقه ليكا. طيب هلا انا بدي اعمل بس قدامكم وحدة من الأوزي وسلطة لبن بخيار، أنا بساويها لحالي ما بدها كتير شغل. هلا حنجيب الفرشاية، طبعا أنتوا الحجم اللي أنتوا بدكم إياه فيكم تعملوه، حنبعدلها هي للمخرج. طيب أنتوا الحجم اللي أنتوا بدكم إياه فيكم تنقوا الزبدية، يفضل ندهن الزبدية بشوية من السمنة تحت مشان ما تلزق معي بهذا الشكل. شوفوا لي هال الرقائق تقولوا خسة هيك وليكي شو طرية. أنا متى ما قلت بدي أعمل رقائق بتمنى من ستات البيوت اللي بيشتروا أو هاي، انتبهوا على التاريخ، لازم يكون التاريخ تبعونهم جديد وإلا بيعذبوكم وبيكسروا معانا على الشغل. هحط وحدة هيك، أنا ما بعرف حدا مثلي أنا باكلها هيك نية، حب هيك ريحتها وطعمتها. هلا يمكن حدا بيقول إيه، حدا بيقول استغرب، بس انا بحبها من انا وصغيره باكلها. هلا هيك هيك، يا سلام، بالله ما شجعتكم تقولوا تعملوا رز بازاليا. هلا بنقيمها هيك وبدكم تحاولوا تضغطوها منيح مشان ما تفلت معنا بهذا الشكل. لفها 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 هيك بهذا الشكل، بدي اضغطها منيح. هنروح نجيب البيركس الثاني. البيركس هون حطيناه، طب يلا ما مشكلة حادهن هون وهلا برجع بقلبه، بس مشان ورجيكم يعني هون حادهنه وشوية سمنة. شكله حاعمل بس تنتين اوزي. وهي أول اوزية صارت عندي جاهزة.
شوفوا لي شو كيوتة وشو لذيذة وشو مهضومة، وما ضل غير تروحوا لعند المذيعين وتستكملوا فقرات صباح الخير لأستكمل أنا الأوزي صرصرم. عبالكم أوزي؟ استكملي استكملي عبالكم؟ كنا عم نتناقش انا ومشلين تحت الهواء انت وعم تشتغلي، شوفكم انا بتضلوا عم تحكوا علي، بتضل عم نحكي على الطبخه هالمره الله وكيلك. هي رز بازاليا محشيه بشي شغله مو هي هي يعني هيك تقريبا بعجينة. طب ليش هالشي شغله؟ ليش زياده خطوه على ست البيت؟ هي لا بيقولوا لها اعاده تدوير مشان ثاني مره ثانيه. قال لك شغله مشان يجبرونا اهالينا ثاني يوم بدكم تاكلوها بال. طيب سؤال ثاني، يعني ما تقولوا شيء. سؤال ثاني وبعد الشر عن الجميع، بدمشق مرتبطه بالتمسايه، كنت بدي اقولها بالصباح بالعزاء بس بعيد الشر عن الجميع، يعني ما تاكلوها على حزن ان شاء الله يا رب. الله. شكرا يا شيف. يا اهلا يا ولد. شكرا لك شيف، وكمان يعني هيك شفتوها ما عم تحكي لنا انه هي بس